السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد خاص بثغرة اليوم إن شاء الله للحصول على لاعب إيبيك بميزة بوستر الجديد إن شاء الله. لما لا نحصل على بيركام، ريبيري أو ديدي دروغبا نجم هذا الباكج بليفل يصل إلى 103 أو 102 داخل التشكيلة. كذلك ريبيري نفس الشيء إخواني الكرام، أو النسخ الهايت لايت نسخ أسطوري إخواني الكرام. إذا حصلتم على أحد هذه النسخ يا إخواني الكرام فاعلموا أنكم حصلتم على أقوى لاعب هذا الباكج. سوف أشارككم ثغرة تزيد حظوظك بنسبة كبيرة. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند الجويري، ثم إخواني الكرام نفس الشيء عند دياز، بعدها مرة واحدة عند ديفيد والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم نفس الشيء عند نصيري مرة واحدة إخواني الكرام دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء عند تيتي، بعدها سوف ننتقل عند بيركام ثلاث مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء إخواني الكرام عند الريبيري، ثم سوف ننتقل عند ديدي دروغبا للمرة الأولى والإطلاع على إحصائيته، ثم للمرة الثانية نفس الشيء والإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء للمرة الثالثة إخواني الكرام هكذا، وللمرة الأخيرة والرابعة إخواني الكرام والإطلاع على إحصائيته. ثم مباشرة بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات، ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز لسوء الحظ. ليس هناك أي لفة مجانية داخل هذا الباكج. لا تنسوا كتابة في التعليقات اللاعب الذي حصلتم عليه، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.